صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان كثير السفر إلى طرسوس، وكان له تلاميذ وطلاب ومن يأخذ عنه الحديث. وكان هناك شاب مميز يطلب العلم عنده ويخدمه ويقضي له بعض حاجاته. في إحدى أسفاره سأل عنه عبد الله بن المبارك، افتقده، ما كان موجود. قالوا له حبس. قال كيف حبس؟ قالوا مطلوب 10,000 درهم ما عنده وحبس. فذهب إلى غريمه اللي طالبه، قال له تطلبه كم؟ قال 10,000. قال تفضل، هذه 10,000، وأخرجه لكن بشرط لا تخبره من أعطاك 10,000. وفعل الرجل وأخرج الشاب، وجاء الشاب إلى عبد الله بن المبارك يأخذ عنه الحديث. قال أين كنت؟ قال كنت مسجونا بدين ولا أدري من قضى عني ديني. يسوي الخير وما يقول حق اللي سواه الخير إني سويت لك إياه أصلا. يوم من الأيام أرسل إليه أحد الناس أن يعني أريد 700 درهم، أريد محتاج 700 درهم. فقال لصاحبه اكتب له 700 درهم، فكتب 7,000. فلما رأى الكتاب قال هذه 7,000. قال أخطأت الكتابة، دعني أصححها. قال لا دعها. فأرسل إلى خادمه من عنده المال أن يعطيه 7,000. قال فنيت الغلات، ما عندك شيء، خلاص أنت كل فلوسك وزعتها على الناس. قال إن العمر يفنى قبل أن تفنى الغلات، إذا الغلات والمحاصيل انتهت ترى عمرنا أيضا انتهى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. سعيد بن المسيب كانت عنده بنت خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه فرفض، خطبها كثير من سادات الناس فرفض. يوم من الأيام كان عنده تلميذ اسمه كثير بن أبي وداعة، غاب أيام عن الحلقة. فسأله بعد أن جاء أين كنت؟ قال توفيت زوجتي. قال عندك زوجة غيرها؟ قال من يزوجني ولا أملك درهمين، طالب علم لكن فقير. قال أنا أزوجك. قال أنت؟ قال نعم. قال أتقبل الزواج بابنتي؟ بنت ابن الخليفة يبيها، بنت سادات الناس يريدونها، ومع هذا ما زوجهم. قال أزوجك إياها. قبلت؟ قال نعم، كيف لا أقبل. فذهب إلى بيته وذهب إلى ابنته، رضيت. فأرسلها في نفس اليوم، ذهب إلى بيت كثير وطرق الباب عليه، هو الآن غير مصدق. قال من في الباب؟ قال سعيد. قال فكرت بكل سعيد في القرية في المدينة إلا ابن المسيب، مستحيل أنه هو. يقول فلما فتح الباب قال ما الذي جاء بك يا شيخ؟ تفضل. قال لا، ما أردت أن تبيت ليلة بغير زوجة، خذ زوجتك. فأدخلها عنده في نفس اليوم وأعطاه 20,000 درهم أنفق عليه من ماله. أمه لما علمت بالخبر، هو ما صدق، أمه لما علمت بالخبر منعته أن يقربها 3 أيام حتى تصلحها، ثم زفتها إليه وتزوجها وكانت أجمل أسرة. ما الذي جعل سعيد بن مسيب يعطي ابنته لهذا الرجل الصالح العابد الفقير؟ لأنه يعلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه قدمه على كل شيء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من الأكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو ميزان التابعين لأنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع
الأسار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا